الرئيس السيسي يوجه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. وزارة المالية تعلن إنهاء 17,000 منازعة ضريبية خلال 10 أشهر بحصيلة تتجاوز 15 مليار جنيه، وتتوقع تحقيق 2 مليار دولار من مبادرة سيارات المصريين بالخارج. النائب العام المستشار محمد شوقي يشارك في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة في دول بريكس المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنشر تقريراً يدين استخدام القنابل الثقيلة في غزة، ولجنة التحقيق المعنية بفلسطين إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية. إعلام إسرائيل ينقل عن مكتب نتنياهو غضبه من تصريحات متحدث الجيش باستحالة القضاء على حماس، وتقارير حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تتجه لسواحل حيفا.